السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا عبر قناة الإيمان، مستمعي إذاعة البشائر، نحييكم ونرحب بكم إلى رحاب هذه الحلقة من سلسلة حلقات ترافقكم طيلة أيام عاشوراء، حلقات برنامج عاشوراء القضية والنس. عظم الله أجوركم وأجورنا بمصابنا الجلل بشهادة الإمام الحسين عليه السلام حفيد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وشهادة عترته وأهل بيته وأصحابه على أرض كربلاء في العاشر من شهر محرم من العام 61 للهجرة النبوية الشريفة. وفقنا الله وإياكم مشاهدين ومستمعين لكي نكون من الذين يحيون هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعاً، أن نأخذ من هذه المدرسة العظيمة كل الدروس والعبر، وأن نسير بالدرب الذي خطه الإمام الحسين عليه السلام بدمائه الطاهرة، أن نتمثل بأقواله ومواقفه، وأن نجعل دائما كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء أينما كان للحق جولة وصولة ضد الباطل. ها هي ذكرى عاشوراء إذن تعود إلينا عاما بعد عام، هي ذكرى انتصار الدم على السيف، ذكرى انتصار العزة والكرامة على الظلم والغطرسة والفساد، ذكرى استشهاد سبط الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام مع نفر من أهل بيته وأصحابه في العاشر من شهر محرم. وبالرغم من العقود التي مرت على هذه الفاجعة الأليمة، حيث سالت الدماء الطاهرة لهذه الثلة على أرض كربلاء، وما شهدته تلك الفجيعة المأساوية من قتل وتعذيب وسبي لكي تكون هذه الملحمة قائمة حتى اليوم خالدة، وستبقى خالدة حتى قيام الساعة. وقد جسدت ملحمة عاشوراء أروع نهج للبشرية جمعاء على مر التاريخ والعصور، عندما جمعت أسمى وأنقى وأروع المآثر الإنسانية في الجود والإيثار والتضحية والشجاعة والعطاء بلا حدود، والتي خلدت انتصار إرادة الخير على الشر. وقد تجلى كل ذلك في أكثر من بعد حملته هذه الثورة التي قام بها إمامنا عليه السلام، ومن خلالها حفظ المبادئ الحق للإسلام بعد أن وصل الانحراف في الالتزام بالدين الإسلامي إلى ذروته، واستشرى الفساد بأطنابه، وبات الطغيان متجذرا بشكل لا يصلح معه إلا القيام بثورة إصلاحية شاملة تجسدت في النهضة الحسينية. وهذا ما أشار إليه إمامنا عليه السلام: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هو شعار لازال يتردد حتى هذا اليوم مشاهدينا ومستمعينا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية ملقاة على كل مؤمن بهذه الرسالة وبهذا الخط وبنهج وهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا العنوان العريض نطرحه في حلقتنا هذه من برنامج عاشوراء القضية والناس، الإصلاح الدرب الشائك، ويسعدنا أن نناقشه بمختلف تفاصيله مع ضيفنا في الاستوديو الباحث التربوي الدكتور عباس كنعان. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. عظم الله أجركم. أجركم عظيم إن شاء الله. هذه المناسبة اسمح لنا قبل أن نبدأ بالشروع بالحديث عن هذا الموضوع ومحاوره العديدة، كان هناك ثمة استصراحات للناس ماذا يفهمون اليوم من موضوع الإصلاح بثورة الإمام الحسين عليه السلام، نستمع إليها ومن ثم نعود. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. طبعا
طلب الإصلاح لأنه الحاكم اللي كان موجود انحرف عن الدين وانحرف عن القيم وانحرف عن الأخلاق اللي تركها لنا إياها رسول الله. لذلك كان ما في حدا أولى من ابن رسول الله ويقوم بالثورة من أجل إصلاح هذا الاعوجاج. ثورته كانت لإصلاح الإنسان ووضعه على سكته الحقيقي السليم. ما خرج بس لمجرد أن بده يعمل حرب أو بده يعمل معركة، ما كان هدفه لا السلطة ولا الولاية ولا أي شيء، كان هدفه بس ليكون عم يصلح هذه الأمة، ليوقف كل الأشياء المنيحة مثل واقعنا اللي عم نعيشه هلأ. هيدا الواقع بيمثل كتير المرحلة اللي كانت وقت الإمام الحسين عليه السلام، من فساد، من ظلم، من قهر، من عدوان، من عدم الأخلاقيات بكل الأمور الحياتية. حسين عليه السلام ما طلع هيك عن عبص، يعني أكيد طلع لحتى يعطي كل واحد حقه ولا يرد الظلم عن المظلومين ولا يجيب الإسلام للخط المظبوط اللي جده ماشي عليه عليه الصلاة والسلام. نرحب بكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا، ومرة جديدة أيضا نرحب بضيفنا الدكتور عباس كنعان، البحث التربوي ومدير تطوير المناهج في مركز الأبحاث والدراسات التربوية. طبعا يعني هذا الإصلاح لابد له من مقدمات. أول شيء دكتور عباس، حتى نخرج إلى الإصلاح لابد وأن ثمة يعني ظروف وواقع يتطلب هذا الإصلاح. ما الذي رآه الإمام الحسين عليه السلام وما الذي حدث يومها بأمة محمد صلى الله عليه وآله رسولنا الأكرم من بعض الأمور التي بات فيها الإصلاح أمرا ضروريا، حتى بات أيضا يعني يستحق هذه التضحيات العظام التي قدمها الإمام الحسين عليه السلام؟ ماذا كان على أرض الواقع ما تطلب هذا الإصلاح يومها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة الإمام الحسين سلام الله عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالإحياء في القلب وفي العقل وفي الوجدان وفي الواقع، إحياء ذكر أهل البيت عليهم السلام. مسألة الإصلاح التي هي عملية تغيير، إذا بدنا نحدد بالضبط ماذا نقصد، عملية تغيير هادفة وممنهجة لواقع انحرف عن جادة الصواب إن صح التعبير، ومن أجل الارتقاء بهذا الواقع إلى ما نهدف إليه أو ما يتلائم مع ديننا الإسلامي المحمدي الأصيل. وطبعا عملية التغيير هذه يعني تحتاج إلى قيم، وتحتاج إلى قاعدة، وتحتاج إلى حراك عملي وفاعل. لذلك نجد حركة الإصلاح في التاريخ موجودة في ثورات متعددة، صحيح، في مجموعة من النهضات التاريخية عبر مر العصور. نجد أن الفساد الذي يمكن أن يكون موجود في بيئة من البيئات أو مجتمع من المجتمعات، كانت هناك إرادة مخالفة، وإن كانت هذه الإرادة بإمعان نظر، نجد أن هذه الإرادة إرادة فطرية ربانية، أن هناك مصلحون، وهذه سنة إلهية وسنة قرآنية وسنة ربانية، بأن كل مجتمع ما من أمة إلا وخلى فيها نذير، أن هناك دعوة إلى الحق. فإذا مسألة إذا هي سنة إنسانية، سنة إنسانية الإصلاح يعني أو التغيير، صحيح. مسألة الإصلاح في المجتمع هي قائمة عبر مر العصور. جل ما يمكن أن نبينه في واقعة كربلاء، واقعة الإمام الحسين عليه السلام، أن مسألة الإصلاح كانت بتجلياتها بشكل كامل، يعني الإصلاح شامل والشامل على المستوى الفكري، وعلى المستوى الاجتماعي، وعلى المستوى السياسي، وعلى المستوى الأخلاقي الفردي. لذلك ثورة الإمام الحسين بما قدمت من أطروحة متكاملة على المستوى الإصلاحي، خاصة إذا كان هذا الإصلاح يرتكز إلى عمق وأصالة وإيمان رباني، قدمت مشهدية
تاريخية لا تزال حاضرة في مختلف جوابنا. هذا ما ميزها ربما عن مختلف الثورات الإصلاحية بأنه كانت شاملة، يعني صحيح. لم تأخذ منحة معين بذاته. شفنا إصلاحيين تربويين، شفنا إصلاحيين سياسيين أو أخلاقيين أو غيره، ولكن كما ذكرتم وأحسنتم يعني دكتور أنه هي كانت شاملة بكل النواحي، وهذا إن شاء الله رح نحاول نفصله خلال الحلقة. وعدا عن ذلك، أنا من قام بهذا الإصلاح هو إمام، يعني موجب الطاعة طبعا لمن كان يطيع هذا الخط وليس من انحرف عنه، فكان هناك واجب ومسؤولية. وكانت الرسالة الإسلامية لازالت يعني غضة وطرية كما نقول، لم يكن هناك مدى زمني طويل حتى ندخل أن الإسلام تعرض. قد كان الخطورة على الإسلام يومها من هذا الفساد أو هذا، خلينا نقول يعني في أمور كتير حصلت يومها، التحريف، تشويه، عبث، حتى شفنا الدين يمكن أحيانا بات يفصل على قياس الأمراء والأشخاص والمتنفذين يومها. قد كان في خطورة على الدين يومها دكتور؟ بمسألة يعني إذا رجعنا إلى خطاب الإمام حسين عليه السلام على الأمة السلام، على الإسلام السلام، إذا بليت الأمة براع مثل يزيد، مثل يزيد. إذا كان يزيد يمثل الطاغية الظالم والطاغية الفاسد والطاغية الذي قدم نموذج من الخداع للناس وأظهر كل أنواع الفساد، كل أنواع الفساد، استدعى الأمر من الإمام الحسين عليه السلام بما يمثل الإمام الحسين، لأننا لا يمكن أن نتحدث عن حراك عاشوراء أو حراك حسيني بغض النظر عن شخصية الإمام الحسين. يعني لا يمكن تغييب مساران ملتزمان، هو بالتأكيد متلازمان، متلازمان. نعم. فإذا بيان شخصية الإمام ودور الإمام بما يمثل وبما يمثل من إرث إيماني وعقائدي وديني وبما يقدم من أطروحة متكاملة للمجتمع، يعني لم يكن ثورة الإمام الحسين ثورة إصلاحية هي فقط شعارات، أو لم تكن نابعة من أطروحة فكرية وثقافية متكاملة، بل كان يريد الإمام الحسين عليه السلام أن يقدم الدين الإسلامي الذي هو أطروحة متكاملة لكل حياة البشر، لكل حياة الناس. لذلك عندما وجد الإمام الحسين عليه السلام أن هناك خطورة على أصل الدين، مصبوط. على أصل الدين، يعني على قوام هذا الدين، على ثبات هذا الدين، على المباني التأسيسية لهذا الدين، خرج الإمام الحسين، خرج وكان الإمام الحسين يشخص أن هذا الخروج يحتاج إلى نوع من الاستعداد قد لا يكون قد توفر في كل نهضات الـ على المستوى الاجتماعي أو الثورات التي قد تقدمت. لذلك كان هذا النوع من التضحية المطلوبة هو من أجل إعادة تشييد معالم الدين بما تمثل من قيم ومبادئ ومنطلقات ترسم خيارا للإنسان في حياته في هذه الدنيا. نعم. وبالتأكيد عندما نجد أن الإسلام المحمدي الأصيل هو يرسم مختلف معالم الحياة للإنسان، ليس دينا هو يرسم مسار للموت، بل يرسم دين، يعني الدين الذي يرسم حياة للإنسان في هذه العالم فضلا عن عالم الآخرة. لذلك هو دين حياة، حياة قبل أن يكون يعني دين يرسم آخرة وآخرة وإلى آخره، يرسم حياة الإنسان الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأرض، أحسن إعمار هذه الأرض، وأن يكون هناك قسط في هذه الدنيا، لأن مسألة العدل والقسط هي فلسفة أو البنيان المحوري في الإسلام المحمدي. نعم. الأصيل. طيب قد ايه صعب الإصلاح شيخ؟ يعني نحن ما بين التأسيس والإصلاح، يعني ما بعرف، كان هناك جهد عظيم لنبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وجهاد وتضحيات كبيرة عندما أسس. نعم. هذا الدين، ولكن بعدين بدنا نجي نصلح، وعادة التصليح بيكون أصعب. نعم. بالإطار العام بأي شيء، لأنه يحتاج ربما إلى إعادة ترميم الصورة وإعطاء زخمها الأول، وهذا بده جهد غير طبيعي. نعم. يعني هون نحن عنوان حلقتنا الإصلاح الدرب الشائك، قدي الإصلاح فيه بالفعل يعني بيطلب جهد أكتر، لأنه نجي عم نقول على صعيد الفرد
صعيد المجتمع بكل ما يملك من مكونات. صحيح. شو صعوبة الموضوع؟ هلأ طبعا بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن صح التعبير الجبهتين واضحتين الكفر والإيمان. بلى. جبهتين واضحة تمثل الجبهة الإيمان يمثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكفر ما يمثل في عهد الجاهلية. هذه الجبهتين كانت واضحة بينة. طبعا هذا الجهد كان مطلوب من رسول الله، من أصحاب رسول الله، من الأعوان، من المؤمنين إلى آخره. لكن في عهد الإمامة تداخلت الخطوط، أصبح المكلف هو عليه مسؤولية أكبر مما كان عليه في رسول الله. المسؤولية أكبر ليش؟ لأن بده يشخص خطوط التداخل في واقع المجتمع الإسلامي، داخل المجتمع الإسلامي. لأن كان عندنا هناك خطين، خط الكفر وخط الإسلام أو خط الإيمان. أما في عهد الإمام الحسين عليه السلام تداخلت الخطوط. هذا ما يحتاج إلى وعي، وهو ما يعني التحدي الأكبر لدى الأئمة، أئمة أهل البيت عليهم السلام، هو مستوى وعي ونضج الناس. وهذا الأساس، أكبر تحدي كان يواجه الأئمة عليهم السلام هو وعي الناس، هو نضج الناس، فضلا عن حراك الناس وفعاليتهم في الواقع الاجتماعي. لكن الوعي هو كان أساس. لذلك نجد أهل البيت عليهم السلام دائما في خط البيان وخط التوضيح والإرشاد وبيان حقائق الأمور، حتى في أحلك الظروف وقف الإمام سلام الله عليه ويخاطب الناس. صحيح. في أحلك الظروف، في كربلاء وقبل كربلاء وفي أثناء المعركة وغيرها. لذلك مسألة التداخل الذي حصل في واقع الإسلامي، وأصبح الكفر مقنع، وأصبح النفاق للأسف كما يعبر الإمام الحسين عليه السلام معلنا بالفسق، يعني معلن الفسق. هذا الأمر يحتاج إلى وعي لدى الأتباع، لدى الأنصار، لدى الناس، لدى المجتمع، يستدعي النهوض وفقا لتوعية عامة وشاملة تشمل كل فئات المجتمع ومستوياته. لذلك أهل البيت عليهم السلام كان مسألة وعي الناس كانت حاضرة لديهم. أما في المقلب الآخر، أن إذا أردنا تشخيص الفساد، وين كان الفساد؟ هل كان الفساد هو فقط في السلطة؟ لا، يعني كان بس يزيد لا. كان موجود في السلطة والسلطة هي الفاسدة، أم كان هناك فساد على المستوى الاجتماعي والفردي؟ هون مولانا يعني فضيلة الدكتور الشيخ، الكلام اللي لما نحن منطلع على ثورة الإمام الحسين عليه السلام، مهم نعرف المقدمات حتى الاجتماعية اللي هي أوصلت الإمام الحسين يعلن الثورة. مش بس لأنه مثل ما حضرتك ذكرت أنه يزيد كان يقوم بالفساد وغيره، بس كان عندنا مجتمع فاسد. صحيح. حتى أنه ارتضى أن يحارب ابن بنت نبيه ويقتل بها، كان عنده استعداد. صحيح. أنه يقتل ويذبح. صحيح. يعني شوف الإمام الحسين سلام الله عليه قبل الخروج إلى، عندما أراد الخروج من العراق، قال الإمام الحسين عليه السلام: من كان فينا باذلا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه. هون عم يرسل الإمام الحسين مسار لي على المستوى الفردي. من كان فينا باذلا مهجته، اللي واحد موطن نفسه، مشتغل على حاله، مبين الأمور واضحة عنده، يعني عم يبني الإمام أو عم يرسم الأشخاص الذين سوف يكونون معي يكونوا بهذا المستوى. هذا نوع من الإصلاح الفردي. هذا النوع من الإصلاح الذي نحتاجه في أي مجتمع من المجتمعات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كان الإصلاح نحتاجه في المجتمع، فإننا نحتاجه على المستوى الفردي بشكل آكد، بشكل أعلى. إذا توفر هذا الإصلاح الفردي على المستوى، كان مقدمة ضرورية للإصلاح المجتمعي. لذلك شوف الإمام الحسين تدرج في خطابه للمجتمع، تدرج في
أيضا نهضته وبيان أهداف هذه النهضة التي من هنا بقيت. نلاحظ يعني السلة القليلة التي بقيت معه كان لها مميزات غير عادية وهي التي ثبتت بالنهاية على المستوى النفسي، ونعرف كثيرا ممن ساروا معه ولكن كانوا خلال الطريق. صحيح. وحتى أعطى فرصة بآخر اللحظات قبل البدء بالثورة أنه هذا الليل اتخذوه جملا، يعني حتى كان يعتبر أنه بعد في نفوس يمكن ضعيفة ما تقدر، القوم يريدوني. وهون علموا درس بكل ما للكلمة معنى. إذن الإصلاح الفردي كان أساسي دكتور عباس، وهو يمكن لولا مشهدنا بكربلاء هذه البطولات وهذا الإصرار على حماية ابن بنت رسول الله بما يمثل ليس فقط كالحسين ولكن كإمام يومها، كان هو مفترض الطاعة ومفترض الولاية. لذلك نحن صرنا نقول نحن نستحضر ذكرى الإمام الحسين عليه السلام هو استحضار لكل تلك القيم. نعم. والتعاليم، لأننا نحتاج وفي أمس الحاجة لإعادة الإصلاح الفردي. هل إذا بدنا اليوم هيك نعكسها اليوم على واقعنا ونحن عم نشهد وعم نحضر وعم نسمع كل هذا الأمر، هل نسعى اليوم إلى إصلاح أنفسنا؟ نحتاج الإصلاح على المستوى الفردي وعلى المستوى الأسري وعلى المستوى المؤسساتي فضلا على المستوى الاجتماعي العام. لذلك نحن في أمس الحاجة لإعادة تقييم ذاتي. نحن في مجالس أبي عبد الله الحسين عندما تدمع أعيننا وعندما يرق القلب نحتاج إلى استحضار قيم الإمام الحسين وخطاب الإمام الحسين على المستوى الفردي. هل نحن أعدينا أنفسنا لهذه الثورة الإصلاحية؟ هل أعدينا أنفسنا لنكون في خط الولاء للإمام الحسين عليه السلام؟ هل أعدينا أنفسنا لنكون مستعدين لبذل التضحيات من أجل الإصلاح الاجتماعي والإصلاح الفردي؟ لأنه يحتاج إلى هذه التحديات، هذه الثورة أمامها تحديات، سواء كانت ثورة على المستوى الفردي أو المستوى الأسري أو المستوى الاجتماعي، أمامها تحديات. هذه التحديات إذا لم نكن على استعداد لبذل التضحيات والفداء وبذل كل ما لدينا كما قدم الإمام الحسين وأصحاب الإمام الحسين عليه السلام، قدموا أغلى ما عندهم في هذه المسيرة الحسينية العاشورائية. إذا كنا لدينا هذا الاستعداد نستطيع أن نقول هذا إحياء لذكرى أبي عبد الله الحسين. أما إذا أغفلنا هذه الجوانب نقول هذه الدمعة هي أيضا لها أجر ولها ثواب، مستوى بس العاطفي يعني وقفت. لا تتحول إلى واقع تغييري على المستوى الاجتماعي ترتقي أو نرتقي به من مرحلة إلى مرحلة تكاملية وتقدم على المستوى الحضاري والاجتماعي. يعني لما بنحكي عن الإصلاح أيضا دكتور عباس، هل استنفد الإمام عليه السلام كل وسائل الدعوة إلى هذا الإصلاح؟ نعم. لأن هي قبل ما نروح لمعركة وقبل ما نروح لثورة هناك كمان عملية توعية وإرشاد ومنابر وإبراز مواقف ويعني يتدرج حتى الأسلوب إذا صح التعبير. نحن شهدنا أنه نعرف الثورة يعني طلبا لهذا الإصلاح، فألم يكن هناك من محاولات إصلاحية ولكن للأسف لم تجدي نفعا؟ نعم. هل قد المجتمع كان يعني عصيا؟ صحيح. على وسائل أخرى غير الثورة والقتل؟ إذا أمعنا أو رحنا بالتحليل التاريخي، وإن كنا نحن نريد من خلال يعني الذكرى التاريخية أن نستحضر هذه الذكرى في واقعنا، بلى. لكن لابد من استحضار هذه الفترة. الإمام الحسين عليه السلام كان لمدة 10 سنوات بعد شهادة الإمام الحسن موجود بالمجتمع ويخاطب الناس ويواجه أو يعني لديه لقاءات مع الناس، لكن لم يخرج إلا عندما تولى يزيد بما يمثل يزيد. نعم. على الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد، مثل يزيد. إذا كان هناك هذا الخط الواضح البياني منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام علي عليه السلام إلى الإمام الحسن صلى الله عليه إلى الإمام الحسين، لذلك ساعتما نشوف كربلاء بدنا نشوفها بجذرة الرسالة من عهد رسول الله، إنما أريد الإصلاح في أمة جدي محمد، أريد أن أمر معروفا هذا الدين وإقامة يعني مشروع الإمام الحسين وإقامة الدين. لم يكن أمرا يعني مسعى فقط لمسك السلطة، بل من أجل الوصول إلى
السلطة التي تطبق الدين التي تترجم الواقع الميداني على المستوى القيمي والأخلاقي والتعليم. لذلك ثورة الإمام الحسين لا يمكن قطعها عن التاريخ الذي كان قبل الإمام الحسين عليه السلام، منذ رسول الله إلى عهد الإمام إلى عهد الإمام علي. لأنه نحن بعد عم نشهد الخطين اللي هن اللي بلشوا من أيام الرسول صلى الله عليه وآله، خط الحق وخط الباطل، استمروا لما بعد الرسول خلافة الإمام علي عليه السلام وصولا إلى أبنائه الأئمة عليهم السلام، وازداد صعوبة فيما بعد كما ذكرتم، لأن الخطوط لم تعد تتميز كثيرا بعدها وصار في خلط كبير. نحن وياكم دكتور عباس كنا عم نرحب بضيفنا من لندن اللي رح يشاركنا هذا الحوار أيضا، فضيلة الشيخ حسن التريكي وهو رئيس منتدى الثقافة والإعلام الإسلامي في بريطانيا. سمحت الشيخ، السلام عليكم وعظم الله أجركم بهذا المصاب الجلل بشهادة الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وصحبه. حياكم الله وعظم الله أجورنا وأجوركم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على نهج الحسين إن شاء الله. إن شاء الله. نحن نتحدث اليوم في هذه الحلقة عن قيمة عاشورائية هامة جدا ومبدأ أساسي من مبادئ الثورة الحسينية، ألا وهو الإصلاح، والذي هو مطلوب في كل زمان وفي كل مكان ومع كل أمة، وحتى يمكن كما كنا نذكر مع ضيفنا الكريم في الاستوديو على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المجتمعي والسياسي. إلى أي مدى كان هذا الهدف موجودا في هذه الثورة سماحة الشيخ، وكان يتطلب هذا الكم من التضحيات وصلت إلى حد أن يقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا الإصلاح قيمة من القيم الكبيرة في الإسلام أصلا كما تفضلتم، سواء على المستوى الشخصي أو الاجتماعي صح. بين الأفراد، وهو الذي عبر عنه أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته: وإصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام، بحيث أنه يقدم على العبادات الهامة والكبرى كالصلاة التي هي عمود الدين، ولكن إصلاح ذات البين كمردود على المستوى الفردي والاجتماعي قيمة كبيرة جدا. ثم الإصلاح في الأمة، الإصلاح في الإنسانية. القرآن كثيرا تحدث عن الإصلاح والمصلحين، ولذلك رأينا أن الشعار الأكبر في حركة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان هو هذا الإصلاح. في وصيته والتي تركها للأمة وأرسلها إلى أخيه محمد بن الحنفية: ألا وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذه القيم الإسلامية الكبرى، الوظائف الشرعية التي تتوجب على كل مسلم مسؤول، فكيف بالإمام المتصدي لهداية الأمة وحفظ الشريعة؟ فإن المسؤولية كبرى. هو يتحدث عن الانحراف الذي حدث، ويذكر الأمة أيضا بواجبها وتكليفها، حيث يقول في مكان آخر: سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه إذا من رأى سلطانا جائرا يعمل في عباد الله بالظلم والعدوان ولم يغير عليه أدخله الله مدخلة. يعني الذي يسكت أمام الانحراف، خصوصا الشخصيات ذات المكانة وذات التأثير في المجتمع، يجب عليها أن تتصدى للانحراف. هذا بشكل عام. فكيف إذا كان الانحراف يهدد وجود الإسلام؟ صحيح. ما حدث في فترة الإمام الحسين عليه السلام كان انحرافا خطيرا يهدد وجود الإسلام. لعل الانحراف الذي حدث بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في الثقيفة وما تلا ذلك لم يصل إلى هذا المستوى، اللهم إلا في فترة معينة من انحراف بعض القبائل والارتداد عن الإسلام، والتي عبر عنها أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه: ولما رأيت راجعة الناس قد رجعت نهضت بالأمر. حين ذلك نهض أمير المؤمنين عليه السلام، رغم اختلافه
مع الخلافة الحاكمة في ذاك الوقت، وأنه يرى أنه أحق بالأمر، واعتزل الناس وقال لا أسالمن ما سلمت أمور المسلمين، ولكنه عندما رأى أن هناك خطرا يهدد أصل الإسلام وجود الإسلام، حتى رأيت راجعت الناس قد رجعت يدعون إلى محق دين محمد، عند ذلك نهض أمير المؤمنين وشارك. هذا هو الخط الأحمر يعني بالنهاية، نعم، أن الدين أصبح في خطر. نعم، الدين أصبح في خطر، وجود الدين وجوده أصبح في خطر. صحيح. وجود يعني تهديد وجودي للدين. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام لما وصل خبر هلاك معاوية واستلام يزيد للحكم، أيضا أعلن شيئا شبيها بذلك، فقال على الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد. إذن الآن أصبح الأمر يتهدد أصل وجود الإسلام، ولذلك نهض بالأمر كما نهض أبيه أمير المؤمنين للدفاع عن الإسلام، لأنه الإمام المسؤول عن حفظ الإسلام وحفظ الشريعة، ولذلك تحرك ذلك التحرك، وهو يعلم طبعا بالعلم الغيبي عن جده النبي وما أخبر به، ولكن تكليفه الشرعي يوجب عليه القيام والنهوض بمن ينهض معه، حتى لو أدى إلى التضحية بكل ما يملك في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان يخاطب ربه في اللحظات الأخيرة، إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. خذ حتى ترضى. نعم، سلام الله عليه. ويعني هذا ما يشعرنا اليوم قليلا بمن يأتي ويمكن لا يفهم هذه الثورة ويفهم هذا الإمام ولماذا خرج ويلقي أسئلته وإشكالياته وغيره. نقول اقرأوا جيدا، يعني سمحت الشيخ لكل هؤلاء أنه عودوا إلى التاريخ واقرأوا ما الذي دفع إمامنا عليه السلام إلى أن يقوم بهذه التضحيات الكبار. أدخل معكم قليلا بسؤال تاني حول إحياءاتكم هذه السنة سمحت الشيخ بلندن في المنتدى، وهذه السنة نعيش عاشوراء بأجواء الأمة فيها تتعرض لتحديات، ما يحصل في غزة، ما يحصل في لبنان، ما يحصل بالإسلام حتى بشكل عام اليوم. أدي اليوم بإحياءاتكم يعني تتعرضون لهذا الواقع بالأمة الإسلامية، ونحاول أن نجدد نبض عاشوراء بالأمة الإسلامية وحتى في من يؤمنون بهذه الثورة ولكن للأسف ربما بقشورها وليس في صميمة وما تحمله من جوهر. نعم، نحن كأمة إسلامية حقيقة عام بعد عام تزداد التحديات، وكما تفضلتم يعني هذا العام ما تعيشه الأمة من تحدي كبير، ما يجري على إخواننا في فلسطين، هذه المعركة التي تلامس أجواء معركة كربلاء، لأنه في كربلاء رفع شعار الظالمين هناك أنه أحرقوا بيوت الظالمين، لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية، ولذلك ما يرفع في غزة الآن شعار شبيه بهذا، أحرقوا بيوت الظالمين، أحرقوا بيوت الفلسطينيين، دمروا بيوتهم لا تبقوا لهم باقية. فما يجري في غزة الآن هو حرب استئصال، كما شنت على الإمام الحسين عليه السلام، وكان الهدف القضاء على تلك الروح المقاومة التي كانت تقاوم الانحراف، كذلك الآن يراد أن يقضى على المقاومة الإسلامية سواء كانت في فلسطين أو في لبنان أو في كل موضع من مواضع جبهة المقاومة. لماذا؟ لأن هذه المقاومة تعيد الروح للأمة كما أراد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه والصحب الذين نهضوا معه وأهل بيته، أن يعيد الروح للأمة، روح المقاومة، الوقوف أمام الانحراف، الوقوف أمام الظالمين. واجهوا تلك الحرب، حرب الاستئصال. الحمد لله رب العالمين، مجالس الإمام الحسين يوما بعد يوم، عاما بعد عام تزداد، بحيث أنه الأجواء الحسينية خصوصا في العاصمة البريطانية لندن واضحة وظاهرة. المشكلة التي نواجهها هو تلك المخدرات التي استعملها التيار الأموي، الخط الأموي عبر التاريخ لكي يعزل بقية المسلمين عن هذه الثورة وهذه هذه الروح. للأسف يعني التيار الأموي بدأ منذ وقت مبكر، يعني من أيام معاوية يعمل على هذا الأمر بعزل الأمة عن أهل البيت عليهم السلام وكل ما يرتبط بأهل البيت. ولذلك المؤسف أن
ما يزال أتباع التيار الأموي، ونحن لما نتحدث عن أتباع التيار الأموي لا نقصد إخواننا من بقية أبناء المذاهب الإسلامية، فهؤلاء للأسف يعني تغيب عنهم الحقيقة، للأسف يعني مورثت ردهم أنواع شديدة من غسيل الدماغ، بحيث وصل الأمر أحيانا إلى التعصب لمعاوية واليزيد ضد الإمام أمير المؤمنين وضد الإمام الحسين، بحيث الناس لا يفهمون حقيقة، كثير منهم لا يريد أن يفكر، يخاف أصلا من التفكير، يخاف أن يفتح كتاب، يخاف أن يبحث في التاريخ، لا يدري كيف قتل الإمام الحسين، يتفاجأ بالوضع. لماذا؟ لأن هناك غسيل للدماغ مارسه أتباع التيار الأموي الذي لا يزال يعشعش في أوساط الأمة الآن من خلال الحركات الوهابية والسلفية المتطرفة التي رفعت من شأن خصوم أهل البيت عليهم السلام إلى درجات، وأنزلت أهل البيت إلى مستويات للأسف جعلت الناس في ضياع. هذا ما يجعل المسؤولية أكبر اليوم سمحت الشيخ، يعني عليكم وعلى علمائنا وعلى كل الذين يتصدون للتوعية والإرشاد طبعا بالتي هي أحسن اليوم، يعني والموعظة الحسنة إذا صح التعبير يعني. نعم صحيح. نحن نود أن نشكركم لأن وقتنا انتهى معكم سمحت الشيخ، شكرا جزيلا على هذه المشاركة، كنتم معنا من العاصمة البريطانية لندن سمحت الشيخ حسن التوريكي مدير منتدى الثقافة والإعلام الإسلامي، وعظم الله أجركم وبارك بكل الجهود التي تقومون بها في سبيل إحياء ذكر أهل البيت عليهم السلام، وأيضا إحياء الإسلام المحمدي الأصيل سيما في هذه الأيام العاشورائية. شكرا جزيلا لمشاركتكم معنا. بأمان الله. نعود إلى ضيفنا في الاستوديو الدكتور عباس كنعان. يمكن التحدي أكبر نحن ببيئتنا بنحس أنه بنعمل الإحياءات وبناخد راحتنا بهذا الموضوع. صحيح. اليوم عم نسأل عن الناس اللي برا كمان. صحيح. في تحديات بهذه الإحياءات، وخاصة هلأ انسحب يمكن الوضع اللي عايشينه بالمنطقة بغزة. حتى على هذه الإحياءات، وشفنا دول يمكن عم تمنع أو عم تعمل شيء كتير. ما نعود للإصلاح، إذا تحدثنا يمكن شوي على الإصلاح الفردي وقلنا هو أساسي دكتور عباس، وكان الشيء رئيسي بما أشار إليه الإمام الحسين عليه السلام، هل كمان خرج للإصلاح السياسي؟ وفيه يمكن بعض الإشكاليات أحيانا اللي انطرحت، هل خرج لطلب السلطة أم لم يخرج طلب السلطة، ولكن الإصلاح السياسي هل كان أيضا من الـ الأهداف اللي شملها بموضوع الإصلاح بشكل عام؟ أشرت قبل قليل أنه الإسلام هو دين الحياة، يعني أطروحة متكاملة لحياة الإنسان في هذه الحياة. وهذه الأطروحة تحتاج إلى قيم، تحتاج إلى ناظم، تحتاج إلى إن صح التعبير عملية تطبيق واقعية. بأي مجتمع من المجتمعات لا يمكن أن يقوم مجتمع دون أن يكون هناك ناظم، دون أن يكون هناك قيم. فإذا هذه النظم وهذه القيومية إن صح التعبير نحن نعبر عنها بأنها سلطة أو حكومة أو دولة. الإمام الحسين عليه السلام قام من أجل قيام الدين، لكن لا يمكن أن يقام هذا الدين بشكله الأوسع والأكمل إذا كان هناك سلطة تحارب هذا الدين أولا، أو كانت هذه السلطة هي تمثل خطا إسلاميا مشوها لا تحسن الإدارة السليمة، لا تحسن السليمة. الإدارة فضلا عنها تشوه لديها. يعني مثلا نشوف خطاب الإمام الحسين عليه السلام إلى والي المدينة ماذا يقول له؟ إن أهل بيت النبوة، عم بيوضح الخطوط، ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، وبنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد، هون عم بيوضح الخطين. صحيح. ويزيد رجل فاسق شارب للخمر، قاتل النفس المحترمة، معلن بالفسق ومثلي لا يبايع مثله. طيب هذا شو عم بيقول؟ انه في عنا سلطة بهذا المستوى من الفساد، بهذا المستوى من إعلان كل المفاسد على المستوى الأخلاقي، وعلى يعني حتى السلطة الأموية لم تكتفي بأن هناك يعني راعٍ مثل يزيد، بل كان الفساد نشرته في المجتمع بإغال بالكثير من المفردات الاجتماعية التي شوهت الممارسات الدينية حتى بعهد معاوية. لكن ما يميز
عهد يزيد أن هذا الفسق أصبح بينا أكثر مستشريا أكثر وواضح أكثر. لذلك مسعى الإمام الحسين سلام الله عليه أن يسقط هذه السلطة لا من أجل أن يقوم هو كفرد بل أن يقوم الدين. لذلك منلاحظ بكتاب آخر ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب القائم بالقسط، كمان عم بيوضح هوية الحاكم. الحاكم الذي ينبغي أن يكون ممثلا للسلطة الإسلامية أو يكون في الدولة هو الحاكم الذي يمثل خط القسط، خط العدالة، خط الذي يترجم تلك القيم الربانية والمشروع الرباني من خلال تلك السلطة ومن خلال تلك الدولة. لذلك إرادة الإمام الحسين عليه السلام إصلاح هذا المجتمع، إصلاحه على المستوى الفردي على المستوى الاجتماعي، فضلا عن الإصلاح على المستوى السياسي. إذا لم يكن لدينا سلطة تقوم بالقسط وتطبق شرع الله وتطبق أحكام الله وتجري حتى لهذا الدين كل قيمه، لذلك نجد أن هناك مواجهة كانت بهذا المستوى من التحديات ومستوى من التضحيات التي نريد بها إقامة الدين، خاصة أن السلطة السياسية هي من تعمدت إفساد المجتمع، يعني مش المجتمع أفسد السياسي. وحتى يزيد هو الذي لحق الإمام الحسين عليه السلام بطلب البيعة، هو الذي طالب الإمام الحسين بالسر قبل أن بالسر طلبا للبيعة. لماذا؟ لأنه يريد الشرعية، يريد أن يحكم أن ما يمثل الإسلام هو هذا الحاكم الفاسد، ما يمثل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أراده يزيد أن يكون هو الذي يمثل هذا الدين. لذلك عندما أصبح التهديد يطال عمق الرسالة أصبح بحاجة الإمام الحسين لأن يقدم هذه الثورة بأعلى مستوى من التضحيات التي تحفظ لهذا الدين قيمته ويحفظ لهذا الدين تعاليمه في الواقع الاجتماعي. طبعا وقد يختلف الأمر عن من كان قبله الإمام الحسين علي الحسن عليه السلام ومن قبله الإمام علي عليه السلام لهن لم يذهبوا إلى ثورة بهالمستوى من العطاء الدم، لأنه يمكن ما كان بعد هالمجتمع بده هالجرعة القوية أو الصدمة، خلينا نقول بالفعل عمل صدمة يعني الإمام الحسين عليه السلام. هو ما يميز أنه وعي الناس يعني في مرحلة الإمام علي عليه السلام ولي من البداية دكتور عن جد، لأنه مدماك أساسي وعي الناس الموضوع. لأن إذا لم يكن لدينا وعي لدى عامة الناس يبقى الإمام وحيدا كما كان في كربلاء. إذا ما كان هناك وعي لدى الناس هذه العاطفة مع العمق المعرفي والإيماني يبقى الإمام وحيدا في كربلاء كما كان الإمام الحسين عليه السلام. لذلك نحن يعني نعتبر أن حضور الناس في الميدان، وعي الناس، إقدام الناس على التزام خط الإمامة والتزام وترجمة تعاليم النبوة والإمامة في واقع الحال هو مفردة أساسية لقيام أي نهضة إسلامية في أي مجتمع من المجتمع. دكتور ما بين البداية وإعلان الموقف الصريح أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وما بين الخسارة العسكرية لمن يرى بمعركة كربلاء أن الإمام حسين هزم عليه السلام وبالنهاية يزيد انتصر، هل تم هذا الإصلاح مهم النهاية بالسيرورات أنه ما بين البدايات والمخرجات، هل بالفعل خرجنا أنه هذا الإصلاح تحقق ونجحت الثورة بأن ينقلب هذا المجتمع بأنه نعمل له صدمة يعود إليه هذا الوعي وأن يسأل لماذا حصل هذا بابني بنتي رسول الله، ولو رايحين كمجتمع وانقلب على السلطة السياسية وغيرها، فينا نقول أنه الإصلاح حصل؟ لو لم يقم الإمام الحسين عليه السلام، أو لو سألنا السؤال بطريقة عكسية، لو لم يكن لدينا الآن ثقافة اسمها الحسين، ثقافة عاشوراء، ثقافة الثورة العاشورائية، هل لدينا كان مقاومة كما هو الآن في لبنان وفي فلسطين وفي اليمن وفي العراق؟ هل لدينا هذه الجبهة المتماسكة والقوية التي يمثل الإمام الحسين عنوانا رئيسا ومحوريا فيها؟ هل كان لدينا هذه الدماء التي تبذل في المقاومة في لبنان بالحد الأدنى
لدينا هذه المقاومة التي تقدم كل التضحيات. هل كان لدينا لدى شعبنا لدى أبنائنا لدى أمهات مجاهدينا لدى أمهات الشهداء لدى عوائل الجرحى، هل كانت لدينا هذه القدرة على الصمود والتحدي مواجهة الصعاب؟ بالتأكيد لم يكن لذلك. لذلك عندما نجد هذا النموذج حاضرا الآن بعد مرور ما يقارب 1400 عام، نجد أن الإمام الحسين عليه السلام انتصر في كربلاء، ليس في إصلاح الزمن الذي كان فيه بالتأكيد. بل وصولا إلى اليوم، وهذا ولا زالت تصلح هذه الثورة. نعم. وهذا معنى انتصار الدم على السيف. إذا لم نستحضر الإمام الحسين الذي هو عنوان للتضحية والفداء حتى لدى مختلف المفكرين الذين صحيح. نظروا للثورات كان حاضرة عنده روحية الإمام الحسين بأنه عندما تصل التضحيات أو التحديات إلى مستوى ما وصلت إليه في عهد الإمام الحسين يحتاج إلى بذل الدماء والتضحيات كما بذلها الإمام الحسين. إذا لم تكن هذه الروحية موجودة لدينا، هذا نعتبر أنا على الإسلام السلام. أما بنظرة تأملية نجد أن ثورة الإمام الحسين كانت منعطفا على التاريخ البشري ككل. لذلك نجد أن الإمام الحسين حاضر على المستوى العاطفي والفكري والمعنوي لدى مختلف فئات يعني جبهة المقاومة وما قدمت في عصرنا الراهن. أعود للإصلاح الفردي معلي، لأنه هذا المصطلح يعني بيحتاج إلى وقف كتير نحن بيننا وبين ذواتنا لحتى نعرف أنفسنا بالنهاية هل نحن حقا مع الحسين أو لا. ويمكن بيجي التحدي الأكبر دكتور عباس لما نحن بنوضع بموقف بده يكون فيه إما حسينيين أو غير حسينيين. كتار ناس بيحسوا حالهم هن شو ما بينطلب منا يمكن نحن حسين وبنمشي، ولكن لما بتجي ساعة الحقيقة والساعة اللي هو بده عن جد يقدم بحس حاله يمكن خانته يمكن هالقدرة أو الإرادة أو العزيمة. قدي اليوم ما نرجع لأنفسنا بهالمجالس اللي عم نحضرها بهالعشرة أيام الـ11 يوم وبهالمسيرة اللي بكرة بنمشي فيها ونقول لبيك يا حسين، قدي نحن ما نرجع لإصلاحنا الفردي، لأنه لن يقوم المجتمع قائمة إن لم يكن هناك إصلاح فردي. داخل ذواتنا. هذه معادلة صريحة. أنا بتقديري إنه يعني إذا حضرتك تربوي دكتور، نعم. يعني إذا بنستفيد نعم. من هذه بناء الذات إذا اليوم إذا يعني. إذا نظرنا إلى واقعنا نجد أن في صورة مشرقة جدا على مستوى تضحيات أبنائنا أكيد. ومجتمعنا وأسرنا ومجاهدينا وأسرانا وإلى آخره، نجد أن هناك كم هائل، صورة مشرقة جدا، لكن هذا يحتاج إلى تتميم إن صح التعبير، إلى ترميم إن صح التعبير على المستوى الموارد الاجتماعية أو الجوانب الاجتماعية التي نحن بأمس الحاجة، على مستوى النظام العام، على مستوى العلاقات الأسرية، على مستوى التماسك الاجتماعي، على مستوى إعانة بعضنا البعض، على مستوى التواصل الرحمي. كل هذا يحتاج إلى إعادة نظر فردية. لذلك قلت إنه في إصلاح فردي نحن في أي مجتمع المجتمعات. إذا كنا نريد عملية إصلاح، إذا لم يكن هؤلاء الذين سوف يقومون بهذه الحركة الإصلاحية إن صح التعبير هم مصلحون على المستوى النفسي والروحي والذاتي، لن يكون مصلحين على المستوى الاجتماعي. وعندما نقول الإصلاح ليس شعارا، الإصلاح بمعنى الالتزام بالأصالة بما يواجه من تحديات معاصرة. لا. لأن ما بيكتفي أنه نحن نقول نحن حركة إصلاحية لكن دون أن ننظر إلى أصالة البناء الفكري والإيماني والعقائدي، وأن نلتفت إلى تطبيق هذه القيم والمبادئ على المستوى السلوكي والفردي والاجتماعي. لذلك نحن بأمس الحاجة إلى إعادة استحضار الثورة العاشورائية والحسينية على المستوى الفردي، على المستوى الأسري، ثم على المستوى الاجتماعي والسياسي، ثم الاقتصادي، نعم. ثم الجوانب الأخرى، وأن نكون ممن يرفعون شعار الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وهذا مسؤولية كل حدا يعتنق الإسلام ويؤمن بهذه الرسالة. بالنهاية لا نستطيع أن ننأم بأنفسنا عن أي جهد أو أي مسؤولية بهذا الموضوع، بدءا من أنفسنا وتجاه الآخرين، وإن شاء الله نكون نحن يعني عم نكمل المشهد والصورة أمام الإنجازات العظيمة تحت راية الإمام الحسين عليه السلام، وانطلاقا من هذه الثورة نرجع كمان نكفي
بالموضوع الفردي. جزيل الشكر لحضوركم معنا، الباحث التربوي الدكتور عباس كنعان ومدير تطوير المناهج في مركز الأبحاث والدراسات التربوية. نسأل الله أن يوفقنا لكي نحيي هذه الثورة بكل ما تتطلبه من الإحياء الثقافي والوعي والإرشاد وحتى يمكن والدمعة والأخلاق وكله مطلوب بهذا الإحياء. جزيل الشكر لحضوركم معنا. شكرا لضيفنا الذي أيضا كان معنا عبر مداخلة هاتفية مباشرة من لندن، سماحة الشيخ حسن التوريكي. والشكر لطيب المتابعة من قبلكم مشاهدين عبر قناة الإيمان، مستمعي إذاعة البشائر. عظم الله أجركم بمصابنا بشهادة الإمام الحسين عليه السلام. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. دمتم بأمان الله. السلام عليكم.